نيجي بقى للحلو بتاعنا اللي دايما المبتدئين في المطبخ لغايه دلوقتي ما يظبطش معاهم طبق الجيلي اللي بيعملوه، سواء جيلي بالفواكه، جيلي بالموز، جيلي بالفراوله، الحاجات اللي احنا عارفينها. يتعمل ازاي يا مغازي؟ اول حاجه الجيلي لازم يتفك الاول في ميه دافيه. خلي بالك الجيلي اللي انت عاملاه او لازم تعمليه لازم يتفك الاول في ميه دافيه، ده مهم جدا، مش ميه مغليه هيكلكع منك. ده جيلي اهوت، وتجيبي جيلي الليمون افضلهم طبعا، حلو، ودي شويه سكر اهو، والمقادير على الشاشه. هناخد الجيلي والسكر كده نحطه على النار، حلو اهو كده زي الفل، وميه دافيه. ليه ميه دافيه يا ابو غازي؟ عشان يفك معاك بسرعه، مش ميه سخنه مغليه. اه بس خلاص، ونقلب بالراحه كده. الله على ريحه الليمون. ممكن تجيب المانجا، تجيبي الوان الجيلي الشفافه، مانجا، ليمون، برتقال، اه اناناس. يا ناس هو ده، خلي بالك ليه؟ علشان الفواكه تفاصيلها تبان زي اللي احنا عاملينه هناك ده كده. حطيتي برتقال هيبان، حطيتي موز هيبان، حطيتي فراوله هتبان، حطيتي تفاح هتبان، حطيتي كيوي هتبان، حطيتي عنب هيبان، وهكذا. اه نسيبه لما يبرد. اه ده الجيلي اللي عملناه اهوت، ميه دافيه، سكر، ونوع الجيلي اللي انت حباه. انت ممكن تجودي بقى، تحط مثلا سنه فانيليا تبقى احسن مني، حلو قوي. تحطي مثلا سنه حبهان يبقى لطيف وجميل، شويه قرفه ناعمين مع الفواكه تبقى لطيفه، الحاجات دي مطلوبه اهي. ادي قرفه، حلو قوي مع الجيلي. اه جربي، حلو. خد اللي جايه دي بقى، اه هو ده الجمال. اه تشيلها من النار، اه ودي صوص فراوله، اه اه مع الجيلي. اه ما اقولكيش، شفت التفاصيل الصغيره اللي بتكلم عليها دي كده؟ تفاصيل صغيره ولكن في قلب الطاسه المعنى كبير والطعم جديد. هو ده، نقلبه. حلو، عملنا شويه جيلي ما عملتهمش قبل كده. اه نقلب طعم الفراوله. اوبا، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ اه وتجيبي قالب بثلاثه تعريفه، من المصروف اللي بتاخديه شيلي كده 5 جنيه على جنب كده، دي بتاعتك. حلو الكلام. وتجيبي قالب زي ده كده، عايزه تعملي رز بالخلطه، عايزه تعملي قالب جيلي حلو، قالب كيكه حلو، شركسيه، الحاجات دي لازم تكون موجوده عندك في البيت. تجيبها ازاي؟ دي مش شغلتي، انت بقى عايزه مملكتك المطبخ، وفري حاجه صغيره كده وتتجاب. ودلوقتي مع العريس والعروسه ده بيتجاب من ضمن القايمه يعني. حلو الكلام، هنحطه كده زي الفل. اه بتعلمنا نعمل جيلي ازاي؟ اه والله العظيم، لان انا باكل جيلي ما بيعجبنيش، اه بلاقيه شادد سميك، بيوجع لي اسناني، يمتلج، يحطها في الفريزر، حاجات مش لطيفه كده. ايه المشكله لما انا اتعلم ازاي اعمل جيلي يبقى له قوام وليه ليونه لطيفه وجميله؟ اهو اقطع الفواكه فيه بعد ما يبرد باي شكل بقى، فراوله اللي عندك احنا مع بعض هنقطعها دلوقتي، هنسيبه للاخر كده عشان نطلع الفطيره اللي في الفرن. اهو اهو على ما يبرد معانا شويه. يعني ما يفضلش انك انت تقطعي الفواكه في قلب الجيلي وهو سخن. نقطع الفواكه سكينه ما عدتش على البصل ولا الثوم، وتعقمي كل حاجه عشان ممكن تتعبي في الطبق ده، تعبي كتير قوي على فكره، جيلي وفواكه اشتريتيها والكلام ده كله، وتيجي تقطعي بسكينه فيها ثوم وبصل، بوظت كل اللي بتعمليه. التفاصيل الصغيره اللي بتكلم عليها دي خلي بالك. اه نشوف الفواكه بتاعتنا معانا ايه. معانا فراوله، معانا جوافه، جوافه يا شيف. اه طب والبزر، اصبر على رزقك. العنب، اه والسكينه بتاعتنا دي صغيره كده، الحاجات دي بيحبوها الاولاد الصغيرين على فكره، يحبوا يخشوا المطبخ يعملوها. اه ادي الفراوله اهي. انا احب الفواكه متقطعه صغيره في قلب الجيلي. اه شفت هتنزق؟ هو ده كمان. اه واستنى عليه لما يبرد. اه كمان. اه العنب هنقطفه ينزل زي ما هو، او ممكن لو في بذر افتحها من النص وشيل البذر منه عشان الاطفال لما ياكلوا منه. على فكره الاطفال يحبوا الحاجات دي على فكره، يعني عندك اطفالك حط الايه الجيلي ده في قلبي كده العنب، هياخد طعم البرتقال بقى اذا كان جيلي برتقال او طعم الليمون، شويه الفراوله اللي انا حطيتهم على الجيلي. خلي بالك ده مطلوب اهو، ده عنب في قلبي. اقعد انك حطي فاكهه كده لغايه لما ايه الطبق يتملي. اهو اهو بتشوفوا بعض محلات الحلويات المشهوره
بتبيع التورتايه مثلا بمبلغ وقدره، مش عايز اقول ايه اسعار، واعياد ميلاد والجو، بتلاقي التورتايه بتلمع كانها لسه معموله طازه. اديني دي يا باشا اللي في الباترينا دي. اه ماشي، تدفع ونمشي زي الفل. ممكن التورتايه دي بقالها 3 4 ايام في الثلاجه وانت مش واخده بالك. علل ولماذا؟ بيجي على شكل الفواكه اللي من بره، بيجيب شويه جيلي لا رائحه ولا لون اللي هو الجيلاتين او جيلي برتقال مثلا اذا كانت هي بالفواكه، ويبدا ان هو بالفرشاه يغطي الكفر من فوق بتاع الفواكه بالجيلي ده. هي تبقى في التلاجة بتلمع قدام عينيك زي الفل، وتحط على الجيلي ده معلقه زيت صغيره وحته زبده، تلاقي الفواكه بتلمع قدام عينك زي الفل. والله العظيم بكلمكم على واقع بنشوفه. تروحي البيت تشم ريحه الفواكه مش تقدريش تاكليها، ده انا واخداها طازه بتلمع. يا حاجه يا امي، ما انا شايف مغازي اهو على القناه الاولى معاكي، بوريكي تعملي ايه، بوريكي التفاصيل الصغيره، الحاجات اللي ممكن تشوفها عينيك تبهرك. تروحي البيت تلاقي الابهار غير الحقيقه. الفواكه بتلمع اه، بس الطعم هنا في مشكله. الفراوله لها ريحه، الموز له ريحه، مسود من جوه لان بقالها 3 4 ايام في الثلاجه، وساعات يعملوا عليها عرض. انا مش ضد حاجه، انا بتكلم واقع بشوفه وحصل معايا بالفعل. انت اعمليه في البيت اهو الجل زي الفل اهو، حلو الكلام. جوافه، نعمل الجوافه. نعملها ازاي؟ ناخد الجوافه كده نتاعها نصين، اللهم صل على النبي اهو. واحلى هديه تعمليها لحماتك، يعني ممكن انت تصرفي مثلا 500 جنيه 400 جنيه في تورتايه، حلو الكلام، 300 جنيه 200 جنيه، هنتكلم مش هنتكلم في سعر. ولكن لما تيجي في البيت تخش المطبخ بتاعك تعملي شويه بانكيك بالفواكه، شفت الجوافه يا ويلي، اهي اهي مش هتسود ابدا ابدا ابدا، ما تسودش اه في قلب الايه الفواكه. اه كمان واحده عينيه. اه عايز تفاح، نعمل لك تفاح. عايز موز، نعمل لك موز. اه 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 ايه الحلاوه دي يا شيف. والله الطبق ده بصراحه يا اخوانا في فيتامين سي، هتلاقي الجوافه كمان فيتامين سي، هتلاقي مفيده للجهاز الهضمي، هتلاقي عنب سكرياته بتاعته الجميله الحلوه ومفيد للكبد، هتلاقي السكريات اللي موجوده في الجيلي لطيفه وجميله، طعم الفراوله لطيف فيتامين سي. محتاجين ايه تاني؟ اهو فراوله، تفاح اهو، تفاحه دي كده اهو، ما تقشرهاش، نصيحه مني ما يتقشرش التفاح، خلي الالياف بتاعته في القشره بتاعته. اهو تاخدها زي ما هي كده، بص ازاي اهو 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 في قلب الفواكه. طريقه سهله، ما غرقتيش الدنيا بقى، هو طبق واحد اهو اهو، وتحطيه في الثلاجه بقى. ده عيبه حاجه واحده بس صراحه، يعني هقول الحقيقه، الحلو ده لازم يخش الثلاجه اقل حاجه 5 6 ساعات اه التبريد بتاعه اه، عشان كده تعمليه من بالليل الصبح تاكليه اه. الله الله، ممكن تعملي حاجه حلوه بقى تبقى احسن من الشيف المغازي، اقول لك عليها وفي سرك ها، ما تقوليش لحد، حالا دلوقتي وانت معايا فواكه. بص بقى دي ما حصلش قبل كده، العب يا سمك اه. بص على الحلاوه، ده نعناع اخضر، ده ايه يا عم الشيف، نعناع اخضر اه، يا جمالك يا دلعك، رايق والنبي رايق. نعناع اخضر في الفواكه اه، جربيه. قرصه النعناع دي تحت السنه مع الفواكه بتوديكي في مكان تاني خالص اه اه، وغرقها في قلب الجيلي، وانت اللي عملتها وبس في العيله. ليه؟ عشان بتتابع القناه الاولى، والشيف المغازي كل يوم الساعه 1 بيجي مستمتعنا ويدينا تريكات صغيره، ودايما يقول التفاصيل الصغيره لها معنى كبير وطعم جديد.